طيب هلأ رح نعمل تيست صغير. أكرم يا إذا أحد هونيك أكرم، إذا أحد هونيك خلص معلش لأنه أكرم بحاجة لأنه يتساعد. أكرم رياضيات. أوكي شو عم تعمل؟ رياضيات يعني ماتيماتيك. اوتوماتيك، فكرت فيتيس. أكرم معك 25 ليرة، أعطاك رودريغ 10 ليرات، قديش بيصير معك؟ رودريغ بده يعطيني هيدي الأندبورة. طيب خيي معك 25 ليرة، أعطاك صديقك 10 ليرات، شو بيصير معك؟ يا مس بلبنان ما حدا شو بيعطي، كله بياخد. غيري السؤال. طيب منغير السؤال. عنا شقفة بيتزا فيها مقسومة لتسعة، في ثلاث أشخاص بدهم ياكلوا، كيف بدك تعطي تسع شقف بيتزا لثلاث أشخاص؟ كيف بتقسمهم؟ بس تسعة بتنقسمش على ثلاثة. كيف ما بتنقسم على ثلاثة؟ تسعة ما بتنقسم إلا على ثلاثة. يا مس بلبنان يا بتقسمي أربعة يا أبشي بينقسم، شيعي ودرزي ومسيحي وسني، حتى النمل بيقسموا عادي. طيب خلينا نروح لغير موضوع بلكي بيفتح ذهنك شوي. عنا مستديرة ومربع ومثلث، سلاس أيها فيها 180 درجة. وليد جنبلاط شو جايب وليد جنبلاط؟ عامل لك اياها فيها 180 درجة دوائرة. طيب ايها منهم فيها خطين متوازيين لا يلتقيان؟ البنوس. برافو. انه الخط الفوقاني هو المقاومة والخط التحتاني القوة، خطان متوازيان لا يلتقيان. ما حدا طلب منك تفوت بهالتفاصيل. ايها فيها 90 درجة. مثلث. بلا مثلث فيها 90 درجة، وين شايفها فيها 90 درجة؟ قصدي أنا عحواش بالنسوان. شي سياسي. طب لحظة ماشي، بطلع أنا عحواش بالنسوان. حواجي بالنسوان بهالأيام صاروا 90 درج. طيب أكرم رح أسألك آخر سؤال، إذا ما جاوبت صح رح تسقط، ركز معي كتير منيح. أوكي، بيك بيروح على الشغل كل يوم الساعة 8، المشوار على الطريق ليوصل على الشغل بده ساعة وقت، أي ساعة بيوصل؟ وبليز ما تقلي بده 5 ساعات لأنه علي بعشقة السير. لا مش رح أقلي 5 ساعات، بيي بيروحش على الشغل. طيب سيلاس بيك راح مشوار، المشوار بده ساعة وقت، مش الساعة 8 الصبح، أي ساعة بيوصل؟ 8 ودقيقتين. لك كيف 8 ودقيقتين؟ عم بقول لك المشوار بده ساعة. يا مس ما قطعت السيارة من البنزين وبي عم بشتغل، مين بده يعبي لها بنزين؟ طيب رح اضطر احط لك صفر، سوري.
لك ماش 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 حطي تحت السافر ما بيلبق لي اكتر. فهميني لشو المات بلبنان يعني؟ لحتى اقضي عمري عم احسب حق البيت اللي بحياتي مش رح اشتريه، او اما لحتى اطلع محاسب واحسب ملايين الوزراء والنواب واخد 600,000 وعلى الاخر شيء اعطيهم لشركه الكهرباء، او لا اطلع دكتور وطول بعمر العالم علما اني واجب علي بهذا البلد اقصر لهم بعمره. انه يا ماس بهذا البلد كل واحد بده يعمل حساباته وبده حبه دواء اعصاب، وكل واحد بده يعمل مات اعتبره قصر عمره ومات. ان شاء الله بتسلموا ان شاء الله. عن جد يا ماس، عن جد عن جد لشو المات؟ بلا مات بلا بلوط، عن جد بلا مات بلا بلوط. اصلا انا بحبش الايقال. والله ولشو بتجي على الايقال؟ لايقال الهوى.